هذا الكرنفال الكبير وهذا المحفل التراثي الأصيل على قناة البدع وكلت القنوات الناقلة لسباقات الهجرة العربية الأصيلة. أحييكم بدوري في هذا اليوم. شاهدتم بالشوط الرئيسي حدث كانت صاحبة الحدث في مساء هذا اليوم لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين صاحبة الشوط الرئيسي المفتوح، بينما الرمز الخاص بالقعدان الإجداع كان مع الكاسر لسعد بن عبد الهادي بن صالح المري، بينما من خطفت رمز العمانيات هي وغالي محمد بن راشد بن غدير الكتبي. الرمز الأخير وكان شحاني قطري عنابي يصيل مع ممدوح لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. أيها الحفل الكريم، أحييكم من هنا من أرضية ميدان التحدي. جائزة الشوط سيارة تويوتا ستيشن جي. يا من تشاهدنا العزيز في هذه اللحظات، المركز الأول هذه مقدمة الشوط وهذه مياسة. على المركز الأول الملكية تعود للسيد محمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، الشعار الخطير الشعار المعروف. بينما ناخذ المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني وهذه صبا. على المركز الثاني صبا، ما أجمل الصبا وما أجمل هذا الاسم لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. مشاهدين الأعزاء، ننتقل وإياكم لنتابع المركز الثالث ومن يأتي في المركز الثالث ومن ينطلق في المركز الثالث. وهذه الشاهينية لمحسن بن عبيد بن راشد الفهيده المري. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء في هذا اليوم، في هذا المساء، في هذا التحدي، في هذا اليوم الخاص بأشواط الرئيسيات. يا سلام، هذه من تنطلق ممتازة لعمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. يا السلام، المركز الرابع، المركز الرابع ألا وهي الشاهينية لمحسن بن عبيد بن راشد الفهيدة المري. هنا الباسلة قادمة، الباسلة قادمة لسعيد بن غدير بن عبيد بن علي الكتبي على المركز الخامس. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء على قناة البدع الفضائية الناقلة لسباقات الهجرة العربية الأصيلة في ميدان التحدي في هذا اليوم الخامس والعشرون من شهر فبراير لعام 2015 في تحديات هذا السن المتميز والكبير. مقدمة الشوط وشعار الرميثي، شعار الرميثي، شعار المختبر، شعار الأسماء الكبيرة، شعار أهالي السمحة، قادمين باحثين عانين باحثين عن الفوز والانتصار في هذا المساء. هذا شعار محمد بن سعيد بن أحمد الرميثي في مقدمة الشوط. المركز الثاني صعب المضمرين، صعب المضمرين قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي صبا. صبا القادمة على المركز الثاني. الملكية تعود لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان. ونحن سعداء في هذا المهرجان الكبير، ونحن سعداء في هذا المحفل الكبير، وسعيد بإذن الله يا بن مرخان دائما هنا على أرضية الميدان. المركز الثالث، هذه التحية الأصيلة العنابية القطرية لشعار خطف رمز في مساء هذا اليوم، أحد أقطاب المنافسة، أحد الشعارات الكبيرة التي هنا تتواجد في هذا المساء مع شعار ممدوح من خطف رمز الإجداع العمانيات. القعدان في هذا المساء ينطلق معنا ليقدم راهية طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري هنا من ميدان الشحانية القادم في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع ومن تنتقل في هذه اللحظات وهي جلنار على المركز الرابع بشعار سالم بن راشد بن غدير الكتبي أبناء مرغم قادمين. المركز الخامس، المركز الخامس يا مشاهدي العزيز،
أتابع من وصلت في هذه اللحظات، وهي الباسلة لسعيد بغدير بن عبيد بن علي الكتبي. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، 6 كيلومترات، شوط خاص بالبكار الجداع، سيارة بناموس بناموس، بزعفران، بتكريم، بتتويج في مساء هذا اليوم في مهرجان كبير، أغلى المهرجانات يا مشاهدين الأعزاء، وأقواها وأعداها دائما في السباقات الكبرى. هذه مقدمة الشوط، وهذه من تسيطر على الموقف، وهذه الشاهينية أو مياسة. مياسة، ما أجمل هذا الاسم، ما أجمل هذا الاسم، مياسة العود، مياسة الجميلة. وهذه مياسة لمحمد بن سعيد بن أحمد الربيثي في مقدمة الشوط، وصبا تتسلل، حوار هنا ما بين مياسة وصبا وراهية، وأيضا جلنار تنضم إليهن إلى المركز الرابع. ناخذ المركز الأول، وشعار سعيد بن مطر بن مرخان الكتبي الأقرب إلى الفوز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعار صعب المضمرين. المركز الثاني ياهي راهية راهية راهية، ممثل ميدان الشحانية، قادم طالب بن محمد بن عقيل النابت المري. يا سلام يا سلام، المحاصرة من هذه الشعارات الكبيرة، تجمعت 4 شعارات، 4 رموز، 4 أقوياء هنا مع مقدمة الشوط، شعار بن مرخان وشعار بن عقيل وشعار بن غدير وشعار الرميثي، بل هي أسماء كبيرة. من ينضم إلى هذه الشعارات يكون له أيضا هنا نصيب الأسد في هذا المساء. هنا نعود إلى مقدمة الشوط، سعيد بن مطر بن مرخان الأقرب إلى الفوز، الأقرب إلى التتويج، الأقرب إلى الناموس في هذا المساء الجميل، مع هذه البطلة وهذه صبا، وهذه صبا تسيطر على الموقف على أرضية الميدان في ميدان التحدي. المركز الثاني هذه جلنار، قادمة بمسمى جميل، بمسمى رائع، بمسمى غريب، جلنار قادمة لسالب الراشد مغدير الكتبي. المعركة اشتدت، انطلقت هذه الأسماء وبدأت سرعة هذه الهجن مع الكيلومتر الأخير، كيلو الامتحان، كيلو السرعة، كيلو العذاب، مع كيلومتر واحد. وهذه مقدمة الشوط، ما زالت صبا 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 تسيطر على الموقف. أتمنى أن تواصل المسيرة، زيدي يا صبا من سرعتك، انطلقي، اذهبي إلى دبي، إلى دبي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مرغم هناك. سعيد بن سلطان بن مرخان الكتبي، سالم بن راشد مغدير الكتبي، هنا طالب محمد بن عقيل النابت. المعركة طاحنة، السيارة وين والناموس وين في مساء هذا اليوم؟ هذه صبا ما زالت ترقص على أرضية الميدان حبا وطربا بالفوز والناموس. معك يا صاحب المضمرين، هنا السيارة الثانية، إذا فازت تضيف السيارة الثانية الجمري. هذه هذه جلنار، جلنار وصبا، صبا صبا فازت وانطلقت إلى الفوز. سلام 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 بوابة الناموس، مرغم مرغم في مساء هذا اليوم هنا. وتحية لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، صعب المدمرين، صعب المدمرين ينتزع هذا الشوط. وصبا صبا مثل ما قال الجمري تضيف السيارة الثانية في رصيدها في سباق المؤسس الكبير. هذه لحظات الفوز والناموس، ولحظة فوز صبا إلى خط النهاية معلنة نفسها بطلة هذا الشوط. المركز الثاني، وصلت جلنار على المركز الثاني لسالم بن راشد بغدير الكتبي. المركز الثالث، وصلت الشاهنية لعتيق بن محمد بن زيتون المهيري. وفي المركز الرابع، وصلت جبارة لجابر بن محمد بن راشد الجربوعي المري. وفي المركز الخامس، وصلت ناراهية لطالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، أحييكم في هذا المساء وأهني كل الفائزين في مساء كبير، والتهاني لصعب المضمرين. بالفعل هنا صبا في هذه اللحظات على شاشة البدع وتضيف السيارة الثانية إلى رصيدها. ناخذ التوقيت الزمني لحظة الفوز والانتصار، 9 دقائق 12 ثانية، 42 جزء من الثانية، بينما توقيت المركز الثاني ألا وهي جلنار لسالم بن راشد بغدير الكتبي، 9 دقائق 13 ثانية، 56 جزءا من الثانية، بينما
من وصلت في المركز الثالث. توقيت المركز الثالث 9 دقائق 15 ثانية، 68 جزء من ثانية، وهي الشاهنية لعتيق بن محمد.